نادي مضر كان الانضباط التكتيكي عالي جدا بالنسبة للاعبين في المباراة، كانت قراءة المدرب ممتازة، استطاع إيقاف والحد من خطورة المحترفين، استغلال الجزئيات البسيطة في المباراة، استغلال القوة الضاربة عنده عن طريق المحترفين، الانضباط في الدفاع كان سمة الفريق المضراوي. علو كعب الكرة السعودية أثبتها نادي مضر في المحافل الخليجية كما أثبتناها سابقا في المحفل الآسيوي، عقبال الفرق الثانية المشاركة في البطولات الخارجية. ألف مبروك لكل أسرة كرة اليد السعودية ولنادي مضر. طبعا مضر ما كان من المرشحين انه يوصل للنهائي، ولكن يعني يتميز نادي مضر انه يلعب بروح كبيره جدا، بالعكس يعني مباراتنا مع الكويت الكويتي كانت دافع ان احنا نلعب قدام فريق قوي جدا، فريق كبير، ان اللاعبين يبدعوا ويلعبوا بحماس وبروح، وهم اللي اثبتوا يعني هذا الشيء واحنا شفنا في الملعب. طبعا الجماهير كان لها عامل كبير جدا في وجودها، انها حفزت اللاعبين وخلت ان يعني اللاعبين يعطوا ما عندهم. طبعا الفريق طبعا ان شاء الله يعني المرحله القادمه بتكون مرحله صعبه شوي، لانه راح تلعب على النهائي مع فريق كبير وفريق النجمه، ولكن احنا ان شاء الله نعد الفريق وان شاء الله نسعد جماهير المضراويه ونرجع ان شاء الله بالكاس.